الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد مع الشيخ هونس المغربي. اليوم جيب لكم مباشرة هذه الطريقة في كتابة السحر، السحر الأسود لزبونة عندي من قطر، كان معمول لها السحرية وزوجها، اللهم لك الحمد فكيت لهم هذا السحر، هذا السحر المعمول لهم اللهم لك الحمد، تخلصوا من هذا السحر. تأخذين صورتك وصورة زوجك ثم الرماد، قليل من الرماد، يعني تأخذين ما تبقى من الفحم، تشعلين النار في الفحم وتأخذين الرماد، رماد الفحم، ثم قليل من الملح، وتضعين فوقهم فوق الصور. الصور تكون في إناء من البلاستيك أو إناء من الطين، سواء البلاستيك أو الطين، استحسن الطين، ولكن إذا كان عندك البلاستيك ليس هناك أي مشكل. ثم تأخذين ماء الزهر، تأخذين ماء الزهر، سوف نقوم بسكب ماء الزهر فوق الصور، صورتك وصورة زوجك أو صورة أبنائك، إذا كان يعني كل من تريد فك السحر سوف تضعين صوركم فوق الصور. لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر على هذا السحر الأسود، الله أكبر، حسبي الله ونعم الوكيل في كل ساحر، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من سبب لهم هذا السحر وهذا التفريق، يعني حصل بينهم تفريق، لا إله إلا الله، حسبي الله حسبي الله حسبي الله على كل ساحر سوى بينهم هذا التفريق، لا إله إلا الله. هذا السحر الأسود كما تلاحظون فرقوا بين الزوجين، يعني أصبح بينهم خصام صداع كره، يعني أصبح يكرهها كره شديد، يعني تركت هي البيت، يعني سبحان الله أصبح بينهم كره شديد بهذا السحر كما تلاحظون. هذا السحر أسود، هذا السحر الأسود، اللهم لك الحمد بهذا الرصاص فكيت لهم السحر الحمد لله، وعندما اتصلي بها طمعتني أنها يعني الحمد لله رجعت المياه المجرى بينهم ورجع بينهم الصلح، يعني سبحان الله سبحان الله، يعني هذا الطريق طريقة فك السحر بالرصاص، يعني كما تلاحظون هذا السحر كان مدة طويلة، يعني حصل بينهم فرق.